تضمينات من قبل الطرفين. لا ننسى أن روسيا هذه ليست المرة الأولى التي تحشد قواتها خلال هذا العام مع أوكرانيا. كان هنالك في حتى شهر مارس الماضي كان هنالك قوات روسية حشد بأكثر من 100,000 مقاتل روسي تخوف منها الناتو، تخوف منها الاتحاد الأوروبي، وكانت هنالك مساعي دبلوماسية، وبالتالي نتج عن هذه المساعي الدبلوماسية قمة بايدن بوتين التي عقدت في 16 من يونيو في جنيف. أيضا الآن نرى أن حتى التوجه هنالك توجه روسي لأن يكون هنالك لقاء مع رؤساء الناتو، مع زعماء الناتو، وأيضا مع الرئيس الأمريكي، رغم أن الاتحاد الأوروبي حتى أكتوبر الماضي كان يقول بأن الاتحاد والناتو يحاولان أن يكون هنالك قمة على مستوى الناتو وروسيا، أو لقاء يجمع الناتو بروسيا، ولكن وزير الخارجية الروسي في تلك الفترة لم يبدي أي تجاوب مع هذه المطالب، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي أو حتى الناتو أو حتى الولايات المتحدة، كل التصريحات يوم أمس يانس ستولتنبرغ أمين عام حلف الناتو، بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، وحتى جوزيف بوريل قال إنه رغم الوعود أو رغم الاستعدادات لفرض عقوبات اقتصادية سياسية وردود عسكرية إذا ما صعدت روسيا، ولكن يبقى الحل الدبلوماسي أو الحلول السياسية هي الوحيدة المطروحة الآن لكي يتم خفض التصعيد. على الأغلب سيكون هنالك تطمينات، سيكون هنالك تطمينات أو وعود، ولكن لا ننسى أن روسيا كذبت هذه الوعود بعد أن كانت قد منذ أيام بعد أن قالت بأن الآن الحديث يعود من جديد لكي تضم أوكرانيا لحلف الناتو، وهو ما كان قد وعد به بأن يكون وعدت به الناتو والاتحاد الأوروبي أيضا أن يكون لا يكون هذه العملية إلا قبل 10 سنوات، بمعنى أن الآن المحاولات أو الحديث عن وجود أوكرانيا ضمن اجتماعات الناتو وزراء الخارجية منذ أيام، والحديث عن دعم الناتو بمعلومات ومعدات لوجستية ومعلومات استخباراتية خوف روسيا. ما هي الوعود، ما هي التطمينات؟ قد نراها في ختام المؤتمر في يوم غد مع المؤتمر الصحفي أو في الإعلانات المرتقبة بعد لقاءات وزراء الخارجية الأمريكي الروسي والاتحاد الأوروبي.